مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ويوم جديد مع زينه بطعم البيوت. فقراتنا دايما متنوعه ومختلفه وفقرات دايما متميزه، بنتمنى ان هي تنال اعجابكم ورضاكم. في بدايه حلقتنا النهارده برحب بزميلتي مروه. اهلا بيكي يا مروه وحلقه جديده. اهلا بيكي يا حنان، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جميل ان شاء الله، مليان بالسعاده والرضا والحب. ويك اند ده بيبقى نهايه الاسبوع، بنبقى سعداء اننا مقبلين على اجازه. إن شاء الله نقضي اليوم بسعادة والأجازة كمان تكون أجازة لطيفة. كالعادة عندنا مجموعة من الفقرات وبرضو البداية مع زينة ومع حنان. عندك إيه النهاردة؟ صحيح يا مروة، يوم الخميس ده فعلا بيبقى يوم جميل، إنه فعلا ويك إند وفعلا بعديه الجمعة والسبت بتبقى أجازة. طبعا مع بداية العام الدراسي، كل سنة وحضراتكم طيبين ومراحل دراسية مختلفة. النهاردة هنتكلم تحديدا عن المرحلة الجامعية. الحقيقة مرحلة الجامعة دي مرحلة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل إنسان. خلاص بيخلص بقى الدراسة، المدرسة الابتدائي والإعدادي والثانوي، وبندخل لمرحلة الجامعة، حياة جديدة، حياة مختلفة. النهاردة هنتكلم على مفهوم الحياة الجامعية واتيكيت التعامل داخل الحرم الجامعي، إزاي الطلبة والطالبات يتعاملوا مع بعض. طبعا كلنا عارفين الاتيكيت هي قواعد الذوق العام، قواعد التعامل مع الآخر. هل يا ترى في قواعد للعلاقة وفي قواعد للتعامل بين الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي؟ والجامعة طبعا هي مرحلة للدراسة الجامعية. مش بس كده، الجامعة هي مؤسسة تعليمية، اجتماعية، ثقافية، دينية، يعني مؤسسة هنتعلم فيها أمور الحياة بشكل عام. مفهوم الحياة الجامعية عايزين نفهمه النهاردة بشكل سليم وصحيح، ونتمنى ان احنا يعني كل الطلبة والطالبات، كلنا يعني كل أبنائنا يعيشوا هذه المرحلة من الحياة بشكل سليم وصحيح، عشان ليها دور كبير جدا في بناء الشخصية. عن الحياة الجامعية واتيكيت التعامل داخل الحرم الجامعي هتكون معانا فقرة مهمة. احنا فقرتنا الاولى في طعم البيوت بعنوان شباب على طول، ازاي المرأة بعد ما تعدي سن الـ40 تفضل شباب على طول. يا ترى ممارسة الرياضة ولا اتباع نظام غذائي مهم، ولا حالتها النفسية تكون مظبوطة، ولا ممارستها الطبيعية تكون منتظمة؟ هنتكلم عن الحياة بعد سن الـ40، هنشوف ازاي نستمر شباب على طول. دي فقرتنا الاولى. انت عندك ايه فقره تانية؟ مهمه يا أيوة. مروه جدا جدا، لانه فعلا يعني الجمال وشباب المراه ده بينعكس على كل افراد اسرتها. استمرارا لكلامنا عن السنه الدراسيه الجديده، بالتاكيد كل اسره بتستعد ان هي تجهز مكان في المنزل علشان الاولاد يذاكروا فيه. في اي مرحله تعليميه بقى، سواء في مرحله ابتدائي، اعدادي، ثانوي، مهم جدا ان احنا بقدر الامكان نهيئ مكان لاولادنا علشان يقدروا يذاكروا فيه يعني مذاكرة كويسة. وبالتأكيد كل أسرة من الأسر المصرية تحديدا دايما بيبقى هدفها الأول والأخير إن هو أولادها يتفوقوا دراسيا. طيب إزاي نجهز المكان المناسب والملائم لظروف الأسرة ولظروف ابننا، وطبعا حسب المرحلة التعليمية اللي هو فيها، من الديكور، من الإضاءة، من المكان المناسب، ده اللي هنعرفه من خلال فقرة مهمة إن شاء الله تنال إعجابكم. أما فقرتنا الثانية في طعم البيوت فإحنا بنتكلم عن اليوجا. اليوجا من الممارسات اللي بنسمع عنها وفي بعض الناس بتعرفها كمان. يا ترى اليوجا فعلا بتساعد على أننا نركز، بتساعد على تنظيم النفس، بتساعد أنها تكون رياضة ممكن أننا نمارسها بشكل بسيط في البيت، بتحسن من حالتنا النفسية والمزاجية؟ ده هنتكلم عنه من خلال فقرتنا الثانية، وهيكون ليها علاقة أكيد بالفقرة الفقرة الأولى. علشان نفضل شباب على طول هنشوف اليوجا هتعمل فينا إيه. بكده احنا استعرضنا فقرات برنامجنا زينة وطعم البيوت. خلينا نخرج مع حضراتكم لفاصل صغير ونرجع نبدأ مع حنان. <تص->
مرحلة الجامعة مرحلة مهمة جدا في حياة كل إنسان، والحقيقة الجامعات المصرية في هذه المرحلة يعني ما شاء الله يعني بتتقدم تقدم هائل جدا جدا بين الجامعات العالمية، وفي بروتوكول تعاون رائع جدا بينها وبين أشهر الجامعات العالمية. يمكن من أحدث هذه الأمور هناك بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وبين الجامعات الفرنسية. أيضا الجامعات المصرية ليها دور كبير جدا في محو الأمية، لأن زي ما دايما بنقول الجامعة مش مؤسسة تعليمية فقط، هي الجامعة مؤسسة تعليمية واجتماعية وثقافية، مؤسسة أيضا ليها دور كبير جدا في يعني مناقشة القضايا المجتمعية وفي إيجاد حلول إيجابية للقضايا اللي بيعاني منها المجتمع. فالجامعة فعلا والحياة الجامعية دي مهمة جدا جدا في حياة كل إنسان. طيب إزاي الطالب والطالبة إزاي يستثمروا هذه المرحلة الجامعية وإزاي يعيشوها صح وإزاي يقدروا فعلا يستفيدوا منها علشان في مستقبلهم بعد كده يكونوا خريجين من هذه الجامعات ويقدروا فعلا يحصلوا على فرص عمل ويقدروا أنهم يعيشوا حياتهم الاجتماعية بشكل صحي سليم وسوي. ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه الدكتورة هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية. أهلا بحضرتك معنا دكتورة هالة، شرفتينا ونورتينا. أهلا وسهلا بحضرتك، ده شرف ليا. وكل سنة وحضرتك طيبة وكل الشعب المصري، يعني بدأنا عام دراسي جديد بكل المراحل التعليمية وطبعا عام جامعي جديد يعني. وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة يا رب، ويا رب كل الطلبة تكون سنة سعيدة عليهم وسنة كلها نجاح وكلها تفاؤل يعني إن شاء الله. يا رب. اللهم أمين. دكتورة هالة، يعني بداية المرحلة الجامعية تحديدا البعض بيتصور إنها مرحلة الحرية بقى، يعني إحنا خلاص خلصنا ابتدائي وإعدادي وثانوي، إحنا دخلنا الجامعة خلاص طلبة وطالبات، ما فيش يونيفورم، ما فيش معاد بقى الطابور الصباح والمدرسة والحاجات اللي زي دي، إحنا خلاص طالب في الجامعة أنا حر. فلكن لا، النهاردة بنقول أنت حر صحيح وأنت طالب أو طالبة في الجامعة، ده شيء رائع جدا، ولكن في برضو إتيكيت وفي قواعد في داخل الجامعة. عايزين نتكلم برضو على مفهوم الحرية داخل الجامعة وفي نفس الوقت قواعد والإتيكيت داخل الجامعة. والله هو زي ما حضرتك قلت، هو كله بيتهيأ له ان احنا خلاص بقينا في حريه مطلقه، انما الحقيقه ان هي مش حريه مطلقه، هي مسؤوليه. ايوه حضرتك تخلصت خلاص من اليونيفورم ومن الشرايط والضفاير والحاجات الحلوه وكل الحاجات اللي كان في حد دايما بيبقى معاك بيعمل سيستم لحياتك، بتبقى في مواعيد، يعني مواعيد منضبطه، هتروح مدرستك هترجع الساعه كذا. ولكن دلوقتي الوضع اختلف تماما. ايوه صحيح، غيرنا ستايل لبسنا، وبعد ما كنا في انفصال بين البنات والشباب بقى دلوقتي في اندماج، ولكن انت المسؤوليه بقت بالنسبه لك اكبر بكتير جدا. أيوة. انت المسؤول عن مواعيد اللي هتروح فيها الجامعه ومواعيد المحاضرات بتاعتك وعلاقاتك مع الاخرين، انت مسؤول عنها مسؤوليه كامله. صحيح. مسؤول عن كل حاجه. فاذا هي المسؤوليه كبرت، مش الحريه بقت اكبر. صحيح. فلازم الشباب يعرفوا ان هم مش داخلين على مرحله ان هو خلاص احنا خلصنا او القيد اللي كان علينا اتفك، لا احنا عندنا مسؤوليه اكبر، وهي ان انا اللي مسؤول عن اني هذاكر وهنجح، انا المسؤول عن اني هلبس ملابس تمثل شخصيتي وابقى شكلي راقي وابقى شكلي كويس، انا المسؤول عن علاقاتي الاجتماعيه جوه الجامعه. فالمسؤوليه كبرت جدا يعني. صحيح. يعني نقدر نقول يا دكتورة هالة الحرية المسؤولة. مظبوط. يعني انت بقيت حر صحيح، ولكن انت طالب وانسان بقيت عاقل وبقيت عارف قدر المسؤولية اللي انت فيها. مظبوط. طيب بنسمع يا دكتورة هالة اوقات يعني بعض الناس بتقول ايه، يا سلام ده انا استمتعت جدا بايام الجامعة وكونت بالفعل صداقات محترمة جدا مع الزميلات ومع الزملاء، وطلعنا فعلا دفعة كده قد ايه بنحب بعض وقد ايه كنا متعاونين. وعلى الجانب الاخر بنسمع نقول يا لا، دي فترة الجامعة دي كانت أسوأ أيام حياتي وما كانش فيه أي تعاون بيننا وبين بعض. يعني إيه الفرق بين ده وبين ده، وإزاي دفعة تكون متحابة وتكون متعاونة مع بعضها، وإزاي دفعة يعني لا قدر الله ما تبقاش؟ لا مش هنقدر نقول دفعة، إحنا نتكلم عن أشخاص. الأشخاص هم اللي يعني كل فرد هو اللي بيرسم طريق حياته وبيرسم إزاي هتبقى علاقاته الاجتماعية مع الآخرين بشكل كويس. في شخص عنده ذكاء اجتماعي وفي شخص ما عندوش الحتة دي، بيحتاج إن هو ينميها شوية.
شوية. فالشخص اللي عنده انفتاح على الآخرين وبيحب يعمل صداقات وبيكون علاقات، ده شخص هيبقى طبعا مبسوط جدا، لأن في عدد كبير من الطلبة وعدد كبير من الطالبات، فالوضع هيبقى بالنسبة له ألطف كتير، تعرف على ناس كتير وكون صداقات كتير. الشخص اللي ما عندوش حتة الذكاء الاجتماعي مش هيقدر ان هو يكون الصداقات دي. ولكن احنا عاوزين نعرف يعني لو انا عايز اكون صداقة مع، لو انا في اولى جامعة مثلا، داخل اولى جامعة، الشخص اللي في اولى جامعة ده بيبقى داخل خايف ومحتار وعنده قلقان شوية، القلق ده امر طبيعي جدا جدا في اول كل مرحلة، يعني عادي جدا، لان هو بيبقى داخل على حاجة جديدة وبيبقى قلقان مش عارف هيعمل ايه، هيكون صداقات ولا لا، الناس هتتقبله ولا لا. دي بتحصل لكل الطلبة، ما فيش مشكلة فيها ابدا. بتخف لو في حد من المراحل اللي قبل كده بيبقى يعني حد معاه، بيبقى حاسس ان هو مرتاح اكتر، بيعرف يدير وقته كويس جدا، فبيصحى بدري، بياخد طاقة إيجابية من الناس اللي حواليه ومن الأسرة وساعدتهم بأنه رايح، فالموضوع بيخف شوية وبيبدأ بقى يتعرف. تمام. طيب برضو علشان خاطر حتة القلق دي تروح إزاي، كل جامعة عاملة مجموعة شباب اللي هم القدامى، بيعملوا حاجة زي دعم كده للشباب الجداد، وبياخدوهم وبيعرفوهم على أماكن الجامعة وبيعرفوهم على كل حاجة كويس. وبيفضلوا معاهم لحد الآخر، فهم بيرتاحوا من حتة القلق ده. كويس قوي. طيب بعد كده تكوين الصداقات ازاي؟ انا مش معقول هبقى كل الناس دي هبقى عايزه اتعرف عليها مره واحده. لا، انا هتعرف على اللي جنبي مؤقتا، يعني الشخص اللي جنبي او البنت اللي جنبي هعرفها على نفسي اولا. انا لازم اظهر يعني حسن النية. فأنا هسلم عليها سلام بسيط. طبعا اتيكات المصافحة في كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيه. هسلم عليها سلام بسيط، هعرفها بنفسي وعرفها ان انا في سنة اولى وبشوف منها رد الفعل بتاعها. لو هي عندها استعداد انها تكون صداقة معايا، اوكي، هتعرفني على نفسها وهتسلم عليا وهيبقى في موده، ونبدا يعني على الاقل بالشخص اللي جنبي. تمام. مش معنى ان الشخص اللي جنبي ده او البنت اللي جنبي هي دي اللي هعيش معاها بقيت مراحل الجامعه، ممكن جدا ان احنا يعني بعد كده شخصياتنا تطلع مختلفه. ولكن هيبقى تم ان انا اتعرفت على حد، كسره الرهبه دي اختفت. صحيح. اسمحي لي كمان يا دكتوره نقف هنا في عمليه التعارف، لازم احترام برضو الطرف الآخر، لأنه أوقات بيبقى فيه طالب أو طالبة عندهم تحفظ شوية، ما فيش داعي بقى بعملية الإلحاح أو الضغط. هو ده اللي خلاص هي يعني هي متحفظة شوية دلوقتي، أو حتى هو يعني في شباب كتير عندهم قدر من الحساسية أو من التحفظ، فيتقال عليه لا ده ما بيكلمش حد. لا، هو مش ما بيكلمش، هو نمط الشخصية بتاعه كده. فلازم أحترم، خلاص أنا حاولت أتعرف، هو مش عايز دلوقتي أسيبه يوم واثنين وثلاثة، هو هيبدأ يستجيب بس بعد فترة، لأنه الإلحاح ده ممكن يجيب نتيجة عكسية. وهو ده اللي أنا أقصده برد الفعل. يعني أنا بشوف رد فعل الشخص اللي قدامي. ممكن يكون زي ما حضرتك بتقولي كده، فأنا لازم أكون عندي احترام للشخص اللي قدامي. فممكن أبتعد خطوة بالزبط. مش زي ما حضرتك قلتي ما ينفعش الإلحاح. كمان أنا لما يكون في وسط، يعني لما أكون عايزة أتعرف على مجموعة، ما ينفعش أدخل عليهم فجأة وأتعرف عليهم أنا حاسة إن هم قريبين مني وشكلهم يشبهوني. بس هتعرف على فرد واحد فيهم او شخصيه واحده فيهم، وبعد كده اتعرف على المجموعه كلها. تمام. فالاقتحام مش اسلوب للتعارف ابدا ابدا. صحيح. وطريقه الالحاح زي ما حضرتك قلتي دي طريقه يعني بتبعد الاشخاص عن بعضها، مش بتقربهم من بعض. صحيح. طيب نتكلم برضو بتفاصيل اكتر عن مواعيد المحاضرات. مثلا بينزل جدول المحاضرات، المحاضره الساعه كذا، الدكتور كذا. في طلبه للاسف مش بيلتزموا برضو بمواعيد المحاضرات وبيجوا متاخر شويه، يعني اعتقد ان دلوقتي في بعض الدكاتره بيسمحوا بعشر دقائق ربع ساعه نظرا لظروف الطريق والتاخير والزحمه وكده. برضو اولا احترام المواعيد ده اساسي، يعني احنا لما بنقول بنسمح يعني بالتاخير مع كلمات الاعتذار طبعا اللي تليق بالدكتور وتليق بالطلبه والطلبات، ولكن لازم يكون في اعتذار. ايه برضو الاعتذار المطلوب اللي هو لو حد اتاخر؟ اولا الالتزام ده مطلوب، وايه الاعتذار اللي يتقال؟ ده الاهم، ده الأهم. احنا لازم كطلبة لازم ندير وقتنا. إدارة الوقت
من الحاجات المهمة جدا لنجاح الطالب. أيوة. طيب هعمل ايه؟ خلاص قدرت وقتي، انا عارف هدي لنفسي مساحة قد ايه في مسافة الطريق يعني، وبقسم لو انا مثلا هيبقى في اي زحمة او اي حاجة بدي لنفسي المواعيد اللي تسمح لي باني ادخل المحاضرة في ميعادها. أيوة. فكرة ان انا دايما متأخر ودايما بدي اعتذارات ومنتظرة ان الدكتور يا يقبلها يا يقول لي كلمة تضايقني، فانا دي بصراحة انا ارفضها تماما. أيوة. لا الاتيكيت يقبلها ولا صحيح، ولا انا نفسي كشخصية راقية وقدامي طلبة كتير هسمع من حد كلمة او من الدكتور كلمة هتزعلني، فانا لازم صحيح. اكون عندي ممكن دي تحصل مرة صحيح، ما تبقاش متكررة يا دكتورة، وانتظر صحيح. دايما ان الدكتور يتقبل اعتذاري ده وضع مش صح. انما الشخص الناجح بيدير وقته بشكل راقي وبشكل صحيح بحيث انه دايما يبقى في الميعاد. كمان انا لما هدخل قاعة المحاضرات انا لازم يبقى عندي اتيكيت واتعامل باتيكيت خاص. اولا انا مش معنى ان انا داخلة محددة لنفسي مثلا ديسك معين انا لازم اقعد فيه هو ده مكاني مش هغيره. لا طبعا ده ما يصحش. الوضع ده كان في مرحلة ما قبل الجامعة اللي هي مرحلة المدرسة. انما في الجامعة اي حد بيقعد في اي مكان، المهم انك تقعدي في المكان اللي يسمح لك انك تشوفي فيه كويس وكده. صحيح. تاني حاجة ان انا لما اكون قاعدة على الديسك اقعد باتيكيت الجلوس اللي هو خاص بالانتباه، اللي هو مش همدد رجلي، مش هفرد ظهري على الديسك. الديسك مش مكان ان انا يعني حتى ان انا انام عليه، ولا ان انا اقلع الشوز واخد راحتي كده واقعد. لا انا منتبه رجلي في مكانها قصاد بعض، عامله رقم 11 وايديا فوق بعضها كده، لا مشبكها ولا عاملها يعني اللي هو مربع ايدي ولا اي حاجه من دي. انا قاعد جاهز ومتحضر للكلام. كمان انا لما اكون جوه قاعه المحاضرات مش من الاتيكيت ابدا ان انا التليفون يبقى شغال، اخد مكالماتي مهم جدا التليفون سايلنت ومش هفتحه على السوشيال ميديا ولا اي حاجه. لو الدكتور الرولز بتاعت المحاضره انه ما يسجلش، المفترض ان هو يبقى عنده امانه في الموضوع ده وما يسجلش المحاضره لو هو رافض. لو في اي مأكولات صغيره او اي حاجه زي كده بتبقى خارج قاعه المحاضرات. كمان الكلمات الجانبية، الحوارات الجانبية بين البنات وبعضها أو بين الشباب وبعضها، الهزار اللي بيقعدوا يهزروه كأن الدكتور مش شايفهم، يعني دي حاجات كلها خارج نطاق صحيح. التعامل احترام المحاضرة ده مهم جدا. أيوة. واسمحي لي يا دكتورة، مهما كانت الحقيقة الوسائل التكنولوجية الحديثة زي ما حضرتك أشرتي، أحيانا تسجيل المحاضرة، في محاضرات بتبقى أونلاين، في لكن يعني أنا رأيي الشخصي مش عارفة حضرتك تتفقي ولا تختلفي معايا، إن حضور المحاضرة، الحضور الفعلي والواقعي والتعامل بشكل مباشر مع الدكتور وسماع الدكتور بشكل حيوي ومباشر، والسؤال ما بين الطالب وبين الدكتور ورد الدكتور على الطالب، والحوار الجميل اللي كان موجود زمان ولغاية دلوقتي موجود، ده أعتقد ده عنصر أساسي ورئيسي في الحياة الجامعية. يعني مزبوط. مش عارفة إيه رأي حضرتك؟ لا برضو طبعا ده كلام سليم جدا، إلا إن برضو في موضوع الأسئلة ده حاجة مهمة جدا حضرتك أشرتي إليها، إن أنا لو هسأل السؤال لازم أعرف الرولز بتاعت المحاضرة. أيوة. لو الدكتور بيقول إن الأسئلة في الآخر فأنا ضد، فأنا ما ينفعش إن أنا أقاطع الدكتور كل شوية. صحيح. وإن أتكلم معاه وألتزم بإن السؤال يبقى في آخر المحاضرة. طيب لو طالب تاني سأل سؤال مش من الإتيكات ومش من الرقية إن أنا أرد أو أجاوب على سؤال الزميل والدكتور واقف. أيوة. المفترض إن الدكتور بس هو اللي بيرد بيجاوب. طيب بالنسبة للمحاضرات الأونلاين اللي حضرتك قلتي عليها، ده لها اتيكيت خاص ومهم جدا. أيوة. وهو ان انا كطالب وهحضر محاضره اونلاين مش من الاتيكيت اني اقعد بلبس البيت. لازم، لاني لو في اي لحظه الدكتور طلب ان انا افتح الكام وان يحصل فيه تبادل يعني زي الفيديو حوار او فلازم اكون جاهز بمظهري بملابسي كامله. صحيح. كاني خارج. صحيح. كمان مش من الاتيكيت ان انا افتح المحاضره وادخل انام. يعني اوكي انا حاضر بس مش بذهني ومش بال في شباب كتير للاسف بيتصرفوا التصرف ده. لازم يكون حاضر بحيث لو سال الدكتور، لانهم في لحظه يقول طب انا قلت كذا، طب الراس ايه، فلازم يكون الولاد كلهم حاضرين. ما ينفعش ان انا افتح المايك واتكلم فنبقى عدد كبير بيتكلم
اتكلم الا لازم ارفع الهاند، في بيبقى في الهاند كده لازم ارفع الهاند والدكتور هو اللي يقول فلان ينظم الحوار بيننا وبين بعض عشان نسمع بعض حتى ونستفيد منه. طيب اسمحي لي يا دكتوره، برضو في نقطه مهمه هي المظهر او اللبس، مهم جدا، وهنا برضو بتختلف الاراء، في البعض بيسميها حريه شخصيه وفي البعض بيقول لا في المظهر ده لازم يكون مناسب للجامعه، واعتقد ان في السنه دي في قواعد للدخول دلوقتي. صحيح في حريه في الاختيار، لكن في قواعد معينه لازم كل طالب وطالبه يلتزموا بيها. والله انا هقول لحضرتك القواعد اللي تم النص عليها اللي هي بقت زي البروتوكول اللي ما عادش ينفع تتكسر. ان هي البنطلون اللي فيه كاتنج، الحاجات الشفافه، البادي، الحاجات الضيقه. في القواعد دي كلها الاتيكيت بينص عليها من زمان جدا. صحيح. في مرحله الجامعه انا لابس لبس اللي هو يسمح لي باني يناسب الحركه، ان يبقى فيه حركه سهله، واني كمان اكون قاعد مرتاح مش شاغل بالي باللبس ده، اللبس مسبب لي حر كده. صحيح. فافضل انواع اللبس اللي المفترض ان الطالبات والطلبه يلبسوها هو فئه الكاجوال والسيمي كاجوال. الكاجوال اللي هو الجينز والتيشيرت القطن او الكتان او اللبس، يعني لو حد طبعا من المحجبات اللبس برضو بيبقى من القطن والكتان والملابس اللي هي اللي تسبب الراحه وتحسسك باحساس انك مرتاحه وتطلعي المواصلات لو هم يركبوا المواصلات يركبوا المواصلات بسهوله. وكمان بالنسبه للسيمي فورمال فهو بيدخل فيه حته فورمال كده، بحيث ان احنا لو هنحضر مثلا ندوه لو هنحضر الحاجات اللي هي فيها شبه رسمي. طيب بالنسبه للشوز، الشوز الكوتشي، الحاجات الفلات المصنوعه من القطن، الاقمشه، الحاجات يعني اللي مريحه زي ما حضرتك اشرتي وتخلي الانسان سريع الحركه. مزبوط. يعني صحيح. الشنط طبعا الكلاتش والحاجات الصغيره دي كلها ممنوعه. التوتي، الشنط اللي هي الباك، الحاجات اللي هي تسمح بان انا برضو احطها على كتفي ويبقى شكلي شيك وراقي وفي نفس الوقت معايا احتياجاتي وكتبي وحاجه. عموما دكتوره هاله العزب، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وبنتمنى انه بالفعل كل الطلبه والطالبات يستثمروا فعلا هذه المرحله الجميله من حياه الانسان، وتكون فعلا حياه جامعيه للدراسه، للثقافه، حياه اجتماعيه، حياه دينيه، حياه رياضيه كمان. يعني احنا كمان ما اتكلمناش على الجانب الفني كمان، علشان وقتنا كتير جدا منه جمنا بداوا مشوارهم الفني من خلال الجامعه ومسرح الجامعه. فالحياه الجامعيه مليئه بالجوانب الثقافيه الفنيه الجميله، المهم جدا ان احنا نستثمرها. مظبوط جدا. شكرا لحضرتك جدا دكتوره هاله، وان شاء الله يكون لنا لقاءات قادمه باذن الله. ان شاء الله. ميرسي. مشاهدينا الكرام، واستمرارا لكلامنا عن التعليم والمراحل الدراسيه المختلفه، الفقره القادمه هنتكلم فيها عن الاسره وازاي كل اسره تحاول ان هي تجهز كده مكان في البيت يكون مناسب لطفلها علشان يحاول ان هو يذاكر ويكون متفوق في دراسته ان شاء الله في مراحل تعليميه مختلفه.